لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بكم عبر جوله جديده ومكان جديد. عودناكم نكون في الشارع العام وفي اي مكان، ونشوف هل الحياه رجعت لطبيعتها، وكمان راي الناس مهم في المرحله الجايه كيف نعالج الوضع الراهن. معنا واحد برضو ونحن في بري، معنا واحد من شباب بري. سيدي هاب، مرحبا بك، كيف حالك؟ بارك الله فيك. الله يسلمك. شباب بري دي كبرناك شويه ولا صغرناك؟ والله يا اخي كده كويسه. ايهاب منو؟ ايهاب الفاتح عوض، من ابناء بري الاماب مربع أربعة. وحقيقه سعيدين جدا بطلتكم، ورغم المآسي نقول للشعب السوداني كل سنه وانت طيب. برضه فرحه العيد الناس ما لابد نتخلى عنها، لانه معانا اطفال يتبقى يعني ينبغي انه يسمعوها عشان ما يعيشوها يعني. فمرحب بكم كثير، وجهتكم بتدل على الحياه عادت لطبيعتها. عيدت برا ولا هنا؟ والله عيدنا في الخرطوم طبعا، يعني الخرطوم من يوم الوقفه افتكر هي بقت منطقه مقفوله بحكم الوضع اللي كان في البلد يعني. فالجوا جوا زي ما بقولوا، والبره بره كان يعني. الناس عاشت ثلاثة او اربع ايام العيد. نحن في بري هنا كنا عايشين بنحمي في عرضنا يعني، لانه ظهر بعض التفلتات والحاجات الظاهره، بغض النظر عن موضوع الفك الاعتصام ده، موضوع قضيه براء متابعه، لكن في الاحياء ظهرت بعض التصرفات وبعض الحاجات اللي كانت بالنسبه لنا احنا في بري مستفزه جدا يعني، لانه وصلت حتى نسواننا يعني، والمسؤوليه تحملها منو؟ دي المشكله اللي هسه الناس ما قادرين يعرفوها يعني. اذا زول ما معروف ما تابع لغوات نظاميه، وافتكر الدور بتاع الغوات النظاميه انها تقدر تعرف بحكم امتلاك الاجهزه المعلوماتيه والكوادر بتاعت الاستخبارات الجيش والامن العام وكده، انه يقدروا يعرفوا العمل والحاجات دي منه. لكن على حسب علمي وعلى حسب ما انا موجود، ما جاتنا ولا لجنه واحده تزعل عن انه الحصل ده شنو، والناس دي كان شكلهم كيف، حتى الاجراءات الامنيه الاوليه في التحري والحاجات دي ما حصلت لنا يعني. فبعد ذاك بقى الناس في فتره العيد ما قاعده تحمي في ثوره حاميه نفسها وارخت نفسها وبتتابع في اجراءاتها، لكن الناس بقت تحمي في اعراضها، لانه العدو بقى ما معروف منه. فبتلقى انت بيجيك زول لابس رسمي بيجلد واحده من نسوانك اخواتك، يطلع موبايلات دم الدعم السريع، دم الغواط النظاميه، دم المانيجرز، دم الحريه والتغيير. ففي سؤال، منو ممكن يعرف لنا دمنه؟ نحن بقينا دايرين نعرف منو الممكن يعرف لنا دمنه، لانه انا الليله ما ممكن اكون طبيب اجي اشكي لك عن انه عندي التهاب وعندي وتقول لي ما بعرف اعالجك. اجيك بطلع رصيد اقول لك اديني رصيد، تقول لي ما بعرف التحويل. فما ممكن تكون غواط نظامية وما قادر تعرف انه الهدة امني حي منه. فكده نحن بنشك في قدراتك طبعا، ونتمنى انه قدرتنا في القوات المسلحة والغواط النظامية ما تهتز، وما بتهتز اذا وفرت لي الصيغة والامن والامان. انا اذا وثقت فيها وبقيت واثق منها تماما، المناقشات السياسية والاجراءات بتاعت ده يمسك ولا ده يقعد، دي حاجات سياسية، جيم سياسي ده ما مرات ينتهي قريب مرات طويل. لكن الامن محتاج له في كل لحظة، يعني الاطفال والنساء وكده يعني. الوضع الان كيف؟ وانتوا الان ما شاء الله شارع بيتكم ما شاء الله فيه عدد من المدارس كده مقبلين كمان على عام دراسي. الوضع المدارس اعلنت، واضح جدا من الاطفال انه ما في اي رغبه نفسيا كده، ما نفس الاستعدادات. اثرت الحاجات دي كثير، اثرت على اللبو زي الوقت ده كان بتكون الامهات في الاسواق بيشوفوا في الشنط وفي معرض فيه ولا الملابس رخيصه، فما الناس بقت في اي لحظه تفتكر انه في قرار يعني. حتى القرار بيجي من هو معروف، ممكن الحكومه تعلن المدرسه بكره، ممكن الحريه والتغيير تقول المدرسه الطلبه ما يمشوا، اولياء انحيازا للمجلس للحريه والتغيير ما يودوا اولادنا المدارس، معلمين ما يشتغلوا، جزو يشتغل جزو يضرب. نحن مش بنتكلم عن المدارس بس، حتى الجامعات الشباب ديل ضاع منه سمسترين، ديل المعنبون المهندس بتاع بكره والضابط بتاع بكره والتكنوقراط بتاع بكره بتاع المستقبل يعني، عنده سيمستر كامل راح. الطلبه الاساس برضه، حتى الشهاده السودانيه في احلك الظروف تحس بالفرحه حزينه يعني، الفرحه تحس بها حزينه يعني. واكيد الحزن ما بيجي زي حزن الزول الولد اتقتل والاب اللي اتقتل عنده ولد ممتحن وكده يعني. الشعب السوداني بطبعه من محنته بيعيش الفرح 100% وبيعيش الحزن 100%. اصغر حاجه ممكن تاثر فينا واصغر حاجه ممكن تفرحنا، وده اللي بيميزنا في يبقى بعد دور العقلاء هنا يعني. ونحن يعني انا من هنا بقول انه الحاجه الوحيده اللي ممكن تمرقنا لغايه ما الجوطه السياسيه دي
او الاختلاف السياسي ده يرسع لمنو انه نتمسك بغيامنا. غيامنا اذا تمسكنا بها الشعب السوداني عنده غيام ما محتاجه نظام عام ولا محتاجه زول يجي يورينا الصلاه ركعتين ولا اربع ركعات الظهر. عندنا غيام اذا تمسكنا بها بتكون لنا معينه ما عشان تدير ازمتك. موجوده ولا اهتزت كده الفتره اللي فاتت دي ولا رايك فيها؟ هي ما اهتزت، هي ظهرت. ممكن الاعتصامات كان بتوري الناس كرم الفطور والمعاناه، والناس الزول بيشيل اللقمه يديها الثاني، الجرحى. حتى بتذكر في حادثه انه في العباسيه والايمان على ما اذكر بيقولوا انه في عربيه اتقلبت، السوار ازعفوا القوات النظاميه اللي كان بتضربهم يعني. فالسوداني ما زي يجي نستاني حتى لو شاف عدوه وهو سوداني انضرب بيتاثر وبيتعامل معه. غيامنا هي حامي بتاعنا يعني، اتاثرت ما في اثنين ثلاثه، لكن نتشبث بها ما نخليها ما نضعف، لانه الكرسي بيتغير والحكومه بتتغير 30 60 70 سنه، لكن الغيام دي هي. ونحن بحمد الله غيامنا السودانيه يعني ماشيه مع ديننا في اتجاه مع بعض. يعني تلقى الغيمه بتتكلم عن الجار وجارك وكذا، ما زار جبريل يوصيني بالجار حتى اذن. جانب التكاتف والاجاويد في وفلياته بحكم من اهله وحكم من اهله. جانب كرم الضيف الرسول صلى الله عليه وسلم والصبي. الدين المعامله تعاملنا كويس. فيعني بتلقى انه غيمنا ماشيه مع ديننا، عشان كذا ما بتجي عوجه. بس بنلقى انه نحن لابد نهتم بها عشان زي ما شلناه من جيل نسلمه لجيل ثاني يعني. لما الكراسي دي فبتتغير اتليست في النهايه اقل حاجه انت حيشيلك الموت. في النهايه قعدت 30 40 سنه حيشيلك الموت. لكن وبتنتهي وبتمشي سيرتك لفتره وبتنتهي، ممكن يتذكروك بالمناسبات. لكن غيامنا هي اللي بنعيشه يوم بيوم ودقيقه بدقيقه في الشغل في البيت. احترام الكبير احترام الصغير، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوغر كبيرنا. وتوغير الكبير عندنا غيمه، فنحن بقى غيمتنا جايه من تعاليم دينيه يعني. فبنحيي كل الغيم السودانيه ونتمنى لها المحافظه يعني. انت ايهاب تحلم السودان يكون كيف يا ايهاب؟ تسرح كده بخيالك؟ والله يا اخي حاسرح طويل وزمنك ده حيطول يعني، لكن نتمنى انه يعني زي ما استلمناه ونسلمه، بس زي ما استلمناه من اجيالنا الزمان. نحن يمكن جيل عشنا استلمنا من ناسنا الكبار تقديس المعلم، احترام الكبير، احترام المرأة في الشارع، تعامل بالجيران زي اختك، ما بترضى في نفسك ما ترضى للناس، حب لاخيك ما تحب لنفسك. فالحياة دي اذا حصلت وحصل الاتفاق التنمية دي ما فيها مشكلة تبقى. لكن ما صعب انك تعمل عمارة، وصعب انك تحافظ على كيف، زي ما هسه الناس عمل الثورة وما عرفنا نحافظ على كيف، واسئنا لادارتها الثورة ولسه 4 شهور ما اتفقنا. يبقى نحن جايين نعالج مشكلة بلد في سوء الادارة. السودان ده كله متفق انه مشكلته سوء ادارة. اول خطوة جينا نعملها لإصلاح سوء الإدارة وقعنا في غلط إداري، إنه ما عرفنا ندير الثورة. لأنه المحق ده الآن وصل 3-4 شهور خصماً على منه، ما خصماً على الوزراء ولا على المجلس العسكري ولا على برهان ولا الحرية والتغيير، خصماً على بتاع الدرداق الراجيك، خصماً على ست الكسرة. إخواننا في فئة من المجتمع الشعبي ده ممكن الوزير يكون منه ما عارفه، داري يعيش داري يتعايش، ده من حقه. والناس بتتكلم باسمه والحزاب السياسية وكلهم يقول لك الشعب والشعب والشعب. الشعب ده ما كله هو طلع فيه، وكل الناس دي شاركت في الثورة. ما مشى القيادة، المرأة الكبيرة اللي استحملت البومبان جوا الأوضة، والطفل عمره 2 سنين استحمل البومبان ده جوا الأوضة واستحمل الكلام ده شارك، والبيت دعوات شارك. المشاركة بتختفي، كله مسخر لما خلقه له. ما ممكن زول عمره 50 سنة يجري ورا تاتشر يعني، لكن أكيد بيكون عنده دور حتى لو بالدعوات معك يعني. نتمنى السودان يكون يعني ما في زول، اكيد طبعا بيتمنى كل الامنيات الطيبه وكل الحاجات بنتمناها للسودان، لكن نعمه الامن زيها ما في، انه الناس تعيش امنه وتتفق. وامنيتنا في السودان انه نتفق، لانه على مر العصور اللي ورا وعلى مر التجارب اللي ورا سواء كان سياسيه اقتصاديه حتى في الرياضه تلقانا بنختلف في انه حتى في فك التسجيلات في الكوره. امنيتي الوحيده اللي هي بتبقى خطوه نحو التقدم انه نتفق. دي تبقى كيف؟ دايرة شغل تنقراطي بعد أهل العلم يورونا. لكن مشكلتنا الاتفاق. إذا اتفقنا في بيتنا، اتفقنا في حلتنا، واتفقنا على مستوى الولاية وعلى مستوى السودان وعلى مستوى المغتربين، أكيد بنعبر يعني. أنا بتفق معك كمان. الله يديك العافية. ترخيرك، كل سنة وأنتم طيبين، والشعب السوداني آمن ومستقر. اللهم بارك. الله يديك العافية. دي كانت جولتنا اليوم، وإن شاء الله نكون معاكم في أي مكان، ونكون معاكم في مع أهلنا الموجودين في الأحياء. اللي عندهم رأي، وأنا بشكر والله إيهاب على كلامه وإحساسه بالوطنية العالية. حتى جولة قادمة.